كل واحد مننا بالتأكيد جواه مهارة قد تكون ظاهرة واضحة وقد تكون محتاجة ليظهرها ويوضحها. هنتكلم عن المهارة عند الأطفال وبالتحديد الإبداعات. أنا سعيد حقيقة كنت لسه بكلم مع ضيفي النهاردة بإن إحنا بنقرب أكتر من الأطفال، بنربي جيل، بنربي مستقبل. إزاي تكتشف إبداعاته؟ إزاي تكتشف مهاراته؟ كلام كتير هنتكلم فيه النهاردة مع ضيفي العزيز جدا النهاردة في الاستوديو دكتور مصطفى العسيلي خبير التنمية البشرية. دكتور منورنا ونهارك دايما سعيد. نهارك دايما سعيد. خلينا نتكلم على معنى كلمة الإبداع، قد نتحدث فيها كثيرا ولكن قد نختلف في تفسير المعنى. بص، هو دايما علمونا ان احنا قبل ما نبدا نتكلم في التفاصيل الفنيه نتكلم في اللغه. كلمه ابداع في اللغه هي فكره ابدع، اي احدث او استحدث، يعني عارف اللي هو بدعا من القول، اللي هي فكره ان هو قول غير معروف او مستحدث علينا. اذا هي الفكره ان انت توجد طريقه جديده او فكره جديده او حل جديد لمشكله قديمه او وجهه نظر لمشكله او وجهه نظر لحاله، انك انت بتبص من زاويه مختلفه في التشخيص او في وجود الحل. هي دي فكره الابداع. الابداع الابداع ساعات بيعملوا خلط بينه وبين الموهبه. الموهبه هي امكانياتك او الفكره اللي بتطلع في دماغك. الابداع هو اظهارها. انت ممكن يكون عندك فكره قويه جدا بس ما تطلعهاش. ده لاسباب كتير احنا عملناها في اولادنا وبنعملها في الاجيال ورا بعض، بس هي الاساس في الابداع هو اظهار الفكره المختلفه. عظيم. بس طب خلينا نتكلم على الموهبه الفطريه. حضرتك فرقت كويس قوي ما بين وجود موهبه وعلشان نخليها موجوده على ارض الواقع ونظهرها بيبقى اسمه ابداع. صحيح. ازاي تقدر تبدع حتى في كيفيه اظهارها؟ ما ممكن تظهر بشكل تقليدي. صحيح. وممكن يبقى في نوع من الابداع ايضا في اظهار هذه الموهبه، ولكن ساعات بنقول عند بعض الاطفال من ولادنا ده عنده موهبه فطريه. أيوة. او بيقولوا عليها باللغه العاميه كده جت من عند ربنا، عنده موهبه ربانيه. ايوه. طب لو فرقنا ما بين الموهبه الفطريه وكلمه الابداع اللي حضرتك دققت في اختيار اللفظ بتاعها. حلو. لو وصفنا الكون هنحكي الموضوع من اوله سريعا. ربنا خلق الانسان وجعله خليفه في الارض، وجعل الخلافه بتاعته لها طرق اللي هي بالتسخير. والتسخير كان مفتاحه العلم، ان انت كل الاشياء مسخره ليك بالعلم. طيب الايه بتقول علم ادم الاسماء كلها. طيب سيدنا ادم عليه السلام لما كان عنده العلم كله وعنده ادوات التسخير كلها، هل الميراث بيتوزع كتله واحده ولا بيتوزع اجزاء؟ اجزاء. اذا حضرتك عندك ملكه وانا عندي ملكه وغيري عنده ملكه، فكلنا عندنا ملكات اللي هي المواهب اللي احنا بنسميها. ولو وصفناها بصوره باخرى كان التسخير والسيطره على الارض ده كنز وله خريطه، والخريطة بازل، كل واحد بيحط الجزء بتاعه، اللي هي ان انت كل واحد بيحط الجزء بتاعه عشان تكمل الطريق بتاعنا للتسخير. فتخيل لو واحد فينا لسبب او لاخر تقاعس عن وضع القطعة بتاعته، نتوه في النص. لذلك بيسموها حتى في العلوم الشرعية بيسموها فرض عين وفرض كفاية. فرض الكفاية اللي هو لو واحد عمله سقط الاسم عن الباقيين، بس لو حدش عمله الكل يأسف. كل تخيل معايا مثلا مجتمع جميل زي اللي احنا فيه ده، مفيش حد اتعلم اذاعه، محدش اتعلم طب، محدش اتعلم هندسه، كلنا هنتحاسب. اما لو حد زي حضرتك تقدم للحدث ده بيسقط عني انا اركز في حاجه ثانيه. وهي دي فكره ان كل واحد فينا عنده الموهبه، هي قطعه اللي هي قطعه من الخريطه بتاعت الكنز. عظيم. وامانتك انك توصلها. عظيم. امانتي ان انا اوصلها. طيب هوصل، يعني هاخد من كلام حضرتك كلمه ازاي توصلها في جملة تانية، ازاي تظهر عملية الابداع؟ يعني ممكن تتكلم مع ولي امر، اب او ام، يقول لك ده ابني موهوب موهبة. طب ماشي، ده رائع. طب ازاي انت بقى كاب وكولي امر او كام اظهرت الموهبة دي؟ كيفية اظهار الابداعات؟ ازاي نظهر؟ احنا سبقنا خطوة. في خطوة قبلها، ازاي اوفر الجو او العقل المناسب للابداع. انا عندي افكار كتير قوي. حلوه النقطه دي جدا، ازاي توفر له الابداع وازاي تخلي حتى الموهبه تبان، يعني عشان نعرف ان في موهبه اساسا. هو نفسه يكتشف. يعني قبل ما انا اتكلم في ان انا استغل موهبته اعرفه هو نفسه يكتشفها. كان النوراسي بيتكلم عن الذات، ولكن الذات هي الامانه اللي توصفت ان حملنا الامانه تعالى وعلى. فهي الامانه هنا فين؟ عارف في اول سوره المؤمنون يقول لك قد افلح المؤمنون. افلح اللي هو نجح بسعاده. يعني نجحت في العمل بتاعك وانت فرحان قوي، مش بس انت ممكن تكون متفوق في عمل بس مش سعيد. من ضمن الوصفات اللي وصفها عن المؤمنين اللي هم افلحوا دول، والذين هم لعهدهم واماناتهم راعون.
الامانه هنا اللي هي اللي احنا كنا بنتكلم فيها اللي وصفها النوراسي بانها الذات، اللي هي ابداعاتك الحقيقيه، ان انت بتفكر بالوعي الفردي مش الوعي الجمعي. يعني ايه؟ يعني انا بفكر، عارف انا حتى سميتها في بعض المحاضرات اعرف مصالحك. انا بحب ايه؟ انا مش بخدم توقعات الناس فيا، الناس متخيله مثلا ان الدكتور الطف حاجه، نفضل كلنا ماشيين في الطابور لحد ما يقفل نشوف اللي بعده، واخد بالك من الفكره؟ فالفكره هنا ايه؟ ان انا اوفر للطفل ازاي يكتشف نفسه. عظيم. لها عناصر ممكن نذكرها. عظيم. كلمه ابداع ممكن نتكلم فيها كتير انا وحضرتك يا دكتور مصطفى، ولكن هو للابداعات انواع. يعني انا ممكن اقول كلمه فلان عنده عده مهارات حقيقي وصلته انه اصبح مبدع، ولكن اللي بيدور في ذهني الحقيقه بيدور في ذهني كلمه انواع الابداعات. يعني هو عنده المهاره ولكن ممكن يبقى عنده انواع للابداعات عشان اظهار مهاره واحده. صحيح. زمان كانوا بيوصفوا الذكاء بطريقه محصوره جدا، كذا نوع من الذكاء وخلاص. حاليا في ابحاث بتشتغل على حاجه اسمها الذكاءات المتعدده. يعني ايه الذكاءات المتعدده؟ حضرتك عندك ذكاء في الارقام، انا عندي ذكاء في الكلمات، واحد غيرنا يشوف الالوان تبهره. اذا كل واحد عنده نوع من انواع الذكاء. ومهاره الاهل ان هم يخلوا عينهم على الطفل او على اولادهم بحيث لو شافوه مستمتع بشيء معين يهتموا ينموه. علامه ان المكان ده مكانك هو المتاع، ولكم في الارض مستقر ومتاع. مستقر اللي هو اعمار للاستقرار، المتاع هي علامه الوكان، علامه الوصول. زي فكره اللي كان مثل الشعب بتاعنا بتاع زمان، ياباني بغير ملكك. قد انا اجي اشتغل في الاذاعه مثلا او في الاعلام ومش عارف، وبقى مجتهد جدا وعندي اراده وعايز وكل حاجه، بس في واحد غيري زي حضرتك مثلا يعملها وهو سايب ايده. دي ذاته الحقيقيه، دي متعته. فهي الفكره في انك انت توصل ايه اللي بتستمتع وانت بتعمله. لذلك دايما خلي عينينا على اولادنا وشوف هم بيتبسطوا بايه، بيستمتعوا بايه. ما احاولش اخليه صوره مني او احاول احقق نجاحات اللي انا ما قدرتش احققها. قد يكون مختلف عني ولكن قدر ينجح في مجال تاني، وده اللي يخليني اسال حضرتك على كيفيه اظهار وتنميه المواهب. صحيح. يعني زي ما حضرتك قلت، انا ممكن الاحظ ان ابني بيرسم حته، ممكن الاحظ انه بيحاول يعزف ومش عارف يعزف، او بيحاول او ودنه موسيقيه او لا. بس في ناس ممكن تكتفي بده، وفي ناس تقول لك هبقى اوديه مثلا يتعلم الرسم، يتعلم كتابه اللغه العربيه او لا. هو ده المقصود بكلمه اظهار الموهبه، ان الاب والام بيلقطوا او ما بيصدقوا يشوفوا حاجه في الولد تميزت عشان يبداوا يضغطوا هنا. صح. ويظهروها. هي دي. تمام. هو الكلام ده صح، بس بنضيف عليه الفرشه بتاعت مخ الطفل. بتاعت المخ بتاع الطفل، ازاي يفكر بطريقه مبدعه وازاي يعبر عن ابداعاته. يعني لازم اول حاجه تكون موجوده في الطفل ده اللي انا اشتغل عليها عشان اقدر اطلع الابداعات بتاعته، لازم يكون ابني عنده ثقه بالنفس عشان يتخلص من حاجتين اساسيين. الحاجه الاولى اللي هي فكره الوعي الجمعي، اللي هي فكره الخوف من الانتقاد والخوف من الفشل. عارف دايما احنا الابن يعني يجي يعمل حاجه نضربه. مهم قوي. طبعا. او اقول له بس عشان يقولوا عليك. هو بيخدم توقعات الناس مش بيخدم فكره في دماغه. الخوف ده بيخليه عنده جمود في الفكره. يعني ايه جمود في الفكره؟ حضرتك طلع في دماغك فكره مختلفه. هي الاصل في الابداع ان يكون مختلف، والا ما كانش بقى ابداع. يعني زمان جايز واحنا صغيرين كان ممكن والدي يقول لي او والدتي مثلا اوعى وانت بتعمل كذا كذا تكسره. طيب ما انا ممكن لو اتفك مني وكسرته ممكن ارجعه تاني واركبه. خوف من الفشل بيبني خوف من الفشل. اه. عارف في السيرك في حاجه، في تمارين بيسموها تمارين العجز. يعني ايه تمارين العجز؟ يجيبوا الفيل الصغير يدربوه على العجز عشان ما يكسرش السيرك لما يكبر. يربطوه في شجره كبيره جدا وحبل خشن جدا، فكل ما يحاول يهرب يوجعه جدا. فاللي هي الالم. فبعد فتره لما هو يكبر وحجمه يكبر ممكن يكسر السيرك كله. بس اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان هو بيفضل فاكر خوفه من الفشل، هو فشل كتير فبيتربى عنده احساس بالعجز. فما بيفكرش. مجرد الفكره المختلفه اللي بتظهر في دماغ الطفل بتخليه ايه؟ يفتكر الوجع بتاع بابا اللي ضربه لما حاول يجرب. اصل انا عاجبني كلمه انك انت تمنعه من انه يخاف انه يفشل. اصله لو خاف انه يفشل مش هيشتغل على حاجه معينه بعينه. انما لو كان عنده زي ما حضرتك قلت النقطه دي عجباني جدا، لو كان عنده الجراه انه يدخل في موضوع ما، انه يبدع في حاجه معينه، ما يفشل. ايه المشكله؟ يعني ما يجرب او على الاقل يعني. بس هي زي ما قلت لحضرتك هنا، ولي الامر بقى الاب والام اللي عندهم كمان. ما هو خد بالك انا متخيل ان ده برضو نوع من الابداعات او نوع من الموهبه اللي موجوده عند الاب والام. برافو عليك. صحيح. حقيقي. صحيح. يعني ازاي يقدروا يعملوا اللي حضرتك تقول عليه ده؟
اللي هي ابداع التواصل مع الطفل. التواصل بالظبط كده، جاز وقت بدور على اللفظ ده بالظبط. عارف الامام علي علي بن ابي طالب كان بيوصفها بطريقه لطيفه قوي، قال لك لا تربوا ابنائكم على ما انتم عليه فقد خلقوا لزمان غير زمانكم. التحديات اللي حضرتك كنت بتقابلها غير التحديات اللي هو بيقابلها دلوقتي، الافكار اللي انت بتفكر فيها غير طريقته في التفكير. فالاساس في التفكير انك انت اصلا كاب تكون مبدع، تكون متحرر. احنا عندنا معادله كده لازم تتوفر خمس حاجات عشان يطلع لي حد مبدع. ايوه الخمس نقط دي، اول نقطه خالص الثقه بالنفس، ادي واحد ان انا انصت لافكاري، احترام الفكر عظيم. الحاجه الثانيه حاجه اسمها التحرر، ان انا اتحرر من الصناديق والافكار المغلفه والمعلبه الجاهزه. افتح الرف خد الفكره. عايز افتح يبقى مش هيبدع، ما هو لو مشي بالشكل ده مش هيبدع. الاصل في الابداع والاختلاف. تمام. الحاجه الثالثه هي الشجاعه عشان اتغلب على خوف الانتقاد واتغلب على خوف من الفشل. عظيم. استمتع بالفشل واجرب واتدرب. الحاجه الرابعه احنا قلنا لسه ما وصلناش لولي الامر او ما وصلناش للاب والام لغايه دلوقتي، ده كله الاب اللي بيعمله. يعني الاب بيعمل ده في الطفل، يعمله ثقه في نفسه، يخلي عنده تحرر، يخليه يفكر. حتى الولاد بيفكر بطريقه مختلفه، يقعد يجاوب على اسئلته. الطفل هو صغير ليه اسئلته كتير، هو عايز يطلع من ده. انا بشوف بتاعك. بعض الناس بتتضايق يا دكتور مصطفى ان الطفل بيسال كتير، بالرغم ان انا متهيألي انه لو ما سالش تبقى مشكله، ما هيعرف منين؟ الفضول. انا كنت قاعد مع واحد من 3 ايام، انا اسف، وبيقول لي ابني لو سكت نص ساعه هديك 5 جنيه. لو سكت نص ساعه هديك 5 جنيه، يعني كتمه. انت ولد بس بيسموه حتى قتل الابداع، لان الابداع ده هو الانسان وهو التطور. كان زمان عايشين في الغابه، دلوقتي لو مفيش ابداع. بالظبط. طيب احنا قلنا اول حاجه خالص الثقه في النفس، وان انا اسمع للافكار، الشجاعه والتحرر. والتحرر الحاجه الثالثه ان انا انشغل بالحل، ما انشغلش بالمشكله. افضل طول الوقت مش عايش في المشكله، افكر في حل المشكله. بالذات خليه يفكر في حلها، ما هو ممكن يفضل عايز يفكر في مشكله مش هوصل لحل. بالظبط. اقعد بقى خايف ومتضايق ومتوتر و و و. الحاجه الثالثه اللي هي المثابره. اللي هي؟ المثابره. اللي هي استمتاع بالفشل اللي انت قلتها من شويه. اللي هو ان انا غلطت اعمل تاني. توماس اديسون عمل فوق ال1000 تجربه عشان يوصل للمصباح اللي احنا بننور بيه وعايشين بيه. مهمه كمان جدا، لان ممكن ايه اسمع تاني محاوله او تالت محاوله، هو ده اللي بيوصل في الاخر. الرسول عليه السلام وصفها، قال لك ان كل ميسر لما خلق له، كل واحد عنده ملكه هو الملكه دي. حاجه ثانيه، انا لما اخاف بنضم المجموعه تفكر. هي الملكه دي اللي هي الموهبه؟ الموهبه. طب تفسير كلمه الملكه هي الموهبه؟ الملكه هي الموهبه المدربه. مدرب يعني موهبه مدربة. تمام. انا لما ببقى عندي خوف بنضم للمجموعه افكر بطريقتهم عشان ما حدش بقى يضايقني ولا يبص لي بصه مش حلوه. ففي الاخر بيحصل ايه؟ بيحصل زي عصبيه. حتى تلاقي واحد لما يطلع فكره جديده الناس تتعصب ضده، اللي هي عصبيه الافكار. الرسول قال على العصبيه ايه؟ دعوها فانها منتنه. منتنه الميه لما تفضل فتره طويله بتنتن. اذا المجتمعات لما يبقاش فيها افكار جديده وحاجات جديده ركود بقى ركود. بس الاب والام دي عندهم خلفيه يا دكتور مصطفى عن انواع الابداعات؟ اصل يعني انا عمال اركز شويه في دور الاب والام، وحضرتك جايز برضه بتضغط على النقطه دي عشان اظهار الابداع او اظهار المواهب، ولكن ممكن يكون الاب او الام مدركين تماما ان الابداعات انواع؟ يعني مدرك ان الابداعات انواع، ولا هو بيشتغل خلاص على فكره واحده وخلاص الموضوع انتهى كده؟ هي دي النقطه اللي كان الامام علي بيتكلم عليها، فكره ان انا اتربيت على فكره معينه، ان انا هكون دكتور او ضابط او قالب واحد، هو ده وده الابداع بتاعي. شاطر في المدرسه، بحسب كويس واجيب درجات، بسمع كويس وبحفظ كويس. فين الفكره بتاعت ان انا ايه الجديد؟ عارف لما الخريطه اتوزعت بقى كل واحد عنده حته، لما الوقت زاد وبقى في افراد اكتر وزعنا اكتر، ظهرت حاجه اسمها سب سبيشاليتي، اللي هي فكره تخصص وتخصص جوه التخصص. واحد مبدع جوه الفيزيكس في حاجه معينه، هي دي الفكره. اصلا كنت لسه عايز اسال حضرتك، هو امتى نقول على الطفل بقى مبدع؟ بس يبدو ان الاجابه جت بسرعه. صحيح. يعني امتى نقدر نقول مبدع؟ ده حضرتك ذكرت كلمه مهمه جدا، تخصص التخصص. صحيح. هنا نقدر نقول الولد ابدع او البنت ابدع؟ صحيح. مجرد الفكره، انا احكي لك على تجربه شخصيه. اصل انت ممكن تتخصص. انت ممكن تتخصص، مش هو التخصص موجود عندنا كلنا في اللي انت بتحبه. في مشكله اساسيه في حياتنا كلنا، ان احنا واحنا صغيرين تربينا على خدمه توقعات الاخرين، خدمه توقعات المجتمع. يعني حضرتك وحضرتي وكل الناس اللي موجودين خدمنا توقعات الناس حوالينا في تصورهم عن المثالي. فانا ما دورتش على ايه اللي انا بحبه هبقى ناجح فيه ومتطور فيه، دورت على ايه اللي بيبسطه عشان انا خايف من الانتقاد. فهي الفكره الاساسيه فين؟ انت حضرتك بتشتغل شغلك بحب. كانت في دكتوره اسمها هيلين فيشر شغاله على اثر الحب على الجسد وعلى العقل والابداع. فكانت بتتكلم ان من ضمن اهم الهرمونات اللي بتفرز مع الحب، حب للعمل والحب للاشخاص والحب لله والحياه، هرمون اسمه السيروتونين.
والاندورفين دول مسؤولين عن عارف المزاج المود. من ضمن الحاجات التانية السيروتونين ده مسؤول عن بيزود الباور اضعاف اضعاف. حضرتك ممكن تشتغل في المجال اللي انت بتحبه عشرات الساعات من غير تعب، على عكس غيرك لو هو يحبش ده بيبقى عامله بشكل روتيني مش حبه متضايق منه ومتضايق ومخنوق وبدا يصدع والحكايه باظت منه كلها. ده يرجعنا لنقطه المتاع اللي ابنك بيستمتع بيه، حاول تساعده فيه، ما تحاولش تخليه نسخه منك او تحقق فيه احلامك ما عرفش تحققها كلها. ده كله هو من ضمن اهم اسباب يعني هقرب من الكلمه اللي حضرتك قلتها الاخيره، ازاي يبقى مش نسخه من الاب او نسخه من الام. عشان كده كنت هسال على تنميه شخصيه الطفل وتوجيه مهاراته. يعني ممكن الاب طبيب نفسه يشوف ابنه دكتور يقول لك هياخد العياده من بعدي، الحالات دي شفناها كتير، ولو لقيت محامي يقول لك لا 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 هندسه انت رايح ده انا عايزك تدخل حقوق عشان مين هيفتح مكتب. صحيح. وبدانا نلاحظ ان الاب او الام بداوا يحطوا الاطفال في قالب. طب انا عندي موهبه في كذا، ده انا عايز اقول لك ان انا شفت، وطبعا اكيد حضرتك عارف، موسيقيين فنانين انضغط عليهم عشان يخلص شهاده كليه الطب، انضغط عليه عشان يخلص الهندسه. صحيح. هو الاب عايز كده. ولكن هو عنده ابداعات وعنده افكار في حاجات تانية خالص، بس الله بقى تخيل حضرتك لما يكون ناجح كمان فيها بقى مبدع في مهاراته ومبدع كمان في هواياته. حلو قوي المعلومه اللي انت قلتها دي. الموهبه او الابداع هي فكره، كل فكره لها طاقه. الطاقه المحبوسه بتعمل ايه في اي في اي مكان؟ خلينا نفجر. طب لو انا صرفت الطاقه المحبوسه دي المكان هيبقى منتظم وهادي وزي الفل. ازاي يا دكتور؟ ما هي برضو الكلمه سهله. سهل. انا عايز اطلع الطاقه دي بقى بالراحه. يعني انا دلوقتي عندي ابني بيحب الرسم وانا نفسي يطلع دكتور، بفرغ له الطاقه بتاعه الموهبه المكبوته دي، هينجح في المجال الثاني، لان هو في حاله، احنا قلنا ان السيروتونين والحاجات دي بتخليه في حاله ابداع دائم. فبيبدا في اي حاجه تيجي قدامه. انت عايز تقول يا دكتور ان انا وافق على موهبته، يعني بيكتب شعر. صحيح. ما حطموش او ما كبتوش، يعني عايز اقول له ايه؟ اشجعه واخليه يكتب شعر اكتر. ده هينمي عنده كمان اللي انا عايزه. اللي انا يعني لو انا نفسي ابني يطلع دكتور. بيفكر كده. ما هو يعني هي دي المشكله اللي كان الامام علي بيتكلم فيها من قرون قد ايه؟ لا تربوا ابنائكم على ما انتم عليه. ايوه. فقد خلقوا لزمان غير زمانكم. ايوه. هي الفكره ان انت طول الوقت حابس نفسك وحابس ابنك في تصورات اهلك حتى، مش حتى تصورات الحاليه. انا سعيد في نهايه فقرتنا دكتور، انا قلت كلمه مهمه جدا، ازاي ذكاء الاب والام يخلوا الطفل او الطفله يظهروا الموهبه اللي عنده عشان يوصلوا للي هم عايزينه. يعني شوف انا مسكت مش عصام النص ده، انا مسكت الاثنين. يعني قدرت اخليه يعمل اللي انا عايزه وقدرت اخليه يعمل اللي هو نفسه فيه. صحيح. ده قمه الذكاء. انا بشكرك جدا دكتور مصطفى العسيري خبير التنميه البشريه، وانا شخصيا مبسوط لاني استفدت كمان من الفقره، هحاول اعمل كده مع اولادي. يا ريتنا كلنا. يا ريت. انا بشكرك جدا وبحب جدا الفقرات اللي بيبقى فيها نوع من الاهتمام بالاطفال، لان بالفعل هم المستقبل، بس نعمل معاهم ايه عشان يطوروا؟ نعمل معاهم ايه عشان يحسنوا نمو مهاراتهم؟ هو ده كلامك اللي لازم نتكلم فيه من زمان. بشكرك مره ثانيه دكتور مصطفى.